بسم الله الرحمن الرحيم. سنقوم بدراسة الدالة أسية. سنبدأ بدراسة دالة بسيطة كمدخل لدراسة الدواء الأسية. الدالة الرئيسية هي في الشطر الثاني f دو x كتساوي جوج او x ناقص x مربع ناقص واحد، والدالة المساعدة هي g دو x تساوي x بود x ناقص x. سنقوم بدراستها و حساب مشتقاتها، وسندرس إشارة جي دو إكس لتساعدنا في معرفة الدالة إف دو إكس. هل هي دراسة رتابة الدالة إف دو إكس؟ هل هي تزايدية أو تناقصية؟ سنبدأ الدالة. نعتبر الدالة العددية جي المعرفة بما يلي: جي دو إكس تساوي أ أس إكس ناقص إكس. أولا احسب نهاية في زائد لا نهاية وفي ناقص لا نهاية. أولا سنقوم بتذكير النهاية الأساسية. النهاية الأساسية نهاية أو دو إكس في زائد لا نهاية كتساوي زائد لا نهاية. نفس الدالة أو دو إكس في ناقص لا نهاية كتساوي صفر. نهاية x بود x على x أس n x زائد لا نهاية كتساوي زائد لا نهاية. عندنا هنا n ينتمي ل n. مثلا ليميت x بود x على x مربع كتساوي زائد لا نهاية. ليميت أو دو x على x كتساوي زائد لا نهاية. وعندنا ليميت x أس n x بود x x ناقص لا نهاية كتساوي زيرو، وعلى الخصوص كتساوي زيرو ناقص إذا كان نصف المقام. مثلا ليميت واحد إكس إكس بود إكس على إكس ناقص لا نهاية هي واحد على صفر ناقص كتساوي هي ناقص لا نهاية. وعندنا النهاية ليميت دو دي إكس ناقص واحد على إكس إكس زيرو كتساوي واحد. هذو النهايات الأساسية اللي كنستعملوها ملي كنطلبوا منا حساب النهاية الدالة الأسية. نبداو دابا الجواب. أولا ليميت دو جي دو إكس إكس زائد لا نهاية كتساوي ليميت إكس بود إكس ناقص إكس إكس زائد لا نهاية كما هي العادة في الوسخ. هذه زائد لا نهاية وناقص زائد لا نهاية شكل غير محدد. سنقوم بالتعميل ب x ليميت دو x x بود x على x حيث ما عندها شي x ناقص واحد x زائد لا نهاية. هنا رجعت عندها الشكل محدد زائد لا نهاية مضروبة في زائد لا نهاية ناقص واحد تساوي زائد لا نهاية. هنا ليميت دو جي دو x x زائد لا نهاية. هنا التعليل لأن النهاية اللي استعملنا هي أو دو x على x x زائد لا نهاية كتساوي زائد لا نهاية. حسبوا دابا الليميت في ناقص لا نهاية. ليميت دو جي دو x x ناقص لا نهاية كتساوي النهاية x بود x ناقص x x ناقص لا نهاية في الوسخ. هذه صفر وهذه ناقص مضروبة في ناقص لا نهاية تساوي زائد لا نهاية شكل محدد. إذن تساوي زائد لا نهاية. من هنا لأن تعليل النهاية اللي استعملناه هي ليميت أو دو إكس في ناقص لا نهاية كتساوي صفر. ثانيا احسب مشتق جي فتحة دو إكس لكل إكس من إخ. أول حاجة هنا عندنا أو دو إكس قابلة للشقاق على إخ، وعندنا ناقص إكس دالة حدودية قابلة للشقاق على إخ. إذا جي دو إكس جي دو إكس قابلة للاشتقاق على إخ.
ج فتحة دو إكس كتساوي دو إكس ناقص إكس تساوي مشتقة دو إكس هي دو إكس، والمشتقة إكس ناقص واحد، إذا جد فتحة تساوي إكس بدو إكس ناقص واحد مهما يكون دائما ضروري مجال الشقاق ديالها غير قابل للشقاق مهما يكون إكس تنتمي إلى إر. مجد إكس وجدناها كتساوي دو إكس ناقص واحد. سندرس الإشارة ديالها، دائما كنحاولو ندرس الإشارة بمتراجحة، إذا جي فتحة دو إكس كتساوي مهما يكون إكس أباتين جي دو إكس أكبر من صفر، إذا أو دو إكس ناقص واحد أكبر من صفر، إذا أو دو إكس أكبر من واحد، أو دو إكس أكبر من أو دو صفر، إذا إكس أكبر من صفر، إذا جي فتحة دو إكس أكبر من زيرو على المجال صفر زائد لا نهاية، إذا جي تزايدية على صفر زائد لا نهاية وتناقصية على ناقص لا نهاية صفر. سنقوم الآن بوضع جدول التغيرات. هنا إكس، هنا ناقص لا نهاية وكتنعدم في صفر، وهنا زائد لا نهاية، هنا المشتقة أولى لا تناقصية، وهنا تزايدي، إذا جي دو إكس تناقصية وتزايدية، جبنا النهاية في ناقص لا نهاية هي زائد لا نهاية، والنهاية في زائد لا نهاية هي زائد لا نهاية، ونحسبو جي دو صفر. جي دو صفر كتساوي أو دو صفر ناقص صفر كتساوي هي واحد. كنعملو النهاية وخما مطلوب شي منا في جدول هادي باش كنعرفو واش عندنا هاد الأجوبة صحيحة، باش إذا جبنا شي تناقض إما كنكونو غلطنا في النهايات أو غلطنا في المشتقة. إذا هذا هو جدول التغيرات. السؤال الثالث، استنتج أن جي دو إكس أكبر قطعا من صفر. هنا كنلاحظو بأن جي دو صفر هي قيمة دنيا لجي دو إكس، جي دو صفر قيمة دنيا لجي دو إكس على R، إذا مهما يكون إكس تنتمي إلى R جي دو إكس أكبر من جي دو زيرو، إذا جي دو إكس أكبر أو تساوي واحد مهما يكون إكس ينتمي إلى R، إذا جي دو إكس أكبر قطعا من صفر مهما يكون إكس ينتمي إلى R. ونعقلوا على هذه النتيجة لأن يمكننا استعملوها في المشتقة الدالة الرئيسية إف دو إكس، لأن جي دو إكس جبناها موجبة قطعا. دوزو دابا للشطر الثاني، لتكون إف الدالة العددية المعرفة على إر ما يلي إف دو إكس جوج أو إكس ناقص إكس مربع ناقص واحد، أولا أحسب النهاية في ناقص لا نهاية والنهاية إف دو إكس على إكس، لم نهاية إكس في إكس ناقص لا نهاية كتساوي نهاية جوج إكس ناقص إكس مربع ناقص واحد إكس ناقص لا نهاية. كما هي العادة نعوضو في الوسط، نهاية إف دو إكس هذه نهاية أساسية كتساوي صفر، هذه ناقص ضروبة إكس زائد لا نهاية ناقص واحد، إذا كتساوي
تساوي ناقص لا نهاية. إذن تساوي ناقص لا نهاية، ونعملو النهايات اللي استعملناها أساسية، لأن ليميت دو إكس إكس ناقص لا نهاية كتساوي صفر، نزيدو تا هادي ليميت دو إكس مربع إكس ناقص لا نهاية كتساوي زائد لا نهاية. الآن غنحسبو النهاية د إف دو إكس على إكس، ليميت دو إف دو إكس على إكس إكس ناقص لا نهاية كتساوي جو دو إكس ناقص إكس مربع ناقص واحد على إكس إكس ناقص لا نهاية. إلا عوضنا في الوسط كتساوي زيرو ناقص لا نهاية ناقص واحد لا ناقص لا نهاية، شكل غير محدد. إذا غادي الطريقة اللي نعملو، غادي نشرو ليميت جو ليكس بود إكس على إكس إكس ناقص لا نهاية، إكس مربع على إكس هي ناقص إكس ناقص واحد. عاوتاني كنعوضو في الوسخ، هادي شنو هي؟ تساوي صفر على ناقص لا نهاية ناقص ناقص لا نهاية زائد لا نهاية ناقص واحد. صفر على ناقص لا نهاية هو صفر، عندنا هنا كتساوي زائد لا نهاية، لأن ليميت واحد على إكس إكس ناقص لا نهاية كتساوي صفر، وهذه كنا أشرنا إليها في السؤال السابق. ثانيا ليميت دو إف دو إكس نهاية إف دو إكس إكس زائد لا نهاية كتساوي ليميت جوج أو إكس ناقص إكس مربع ناقص واحد إكس زائد لا نهاية. كنعوضو في الوسط كتعطينا زائد لا نهاية ناقص زائد لا نهاية ناقص واحد، هنا الشكل غير محدد. غادي نشوفو الطريقة، غادي نعملو بإكس مربع كتساوي ليميت، نعملو بإكس مربع، هادي ما عندهاش إكس مربع، إذا نقسمو على إكس مربع جوج إكس على إكس مربع ناقص واحد، واحد ما كيأثرش بلا ما نعملوها زائد لا نهاية. هنا في الوسخ هادي شني كتساوي؟ كتساوي زائد لا نهاية مضروبة في زائد لا نهاية ناقص واحد. إذن جعلنا شكل محدد كتساوي زائد لا نهاية. كنعملو النهايات اللي استعملنا، لأن نهاية أو دو إكس على إكس مربع إكس زائد لا نهاية كتساوي زائد لا نهاية. سؤال ثلاثة، حدد الفروع اللانهائية. شني لقينا هنا؟ لقينا بأن ليميت إف دو إكس على إكس إكس ناقص لانهاية تساوي زائد لانهاية، إذن سي دي إف يقبل فرعا شلجميا في اتجاه محور الأراتيب بجوار زائد بجوار ناقص لا نهاية. وبالنسبة كرسم توضيحي باش نفهمو شنو هو الفرع الشلجمي في اتجاه محور الأراتيب، هو الدالة مي كتمشي لزائد لا نهاية كتعمل فرع الشلجمي في اتجاه محور الأراتيب، هذا هو محور الأراتيب، إذا الدالة كتعمل فرع الشلجمي. علاش عملنا حنا هنايا؟ لأن النهاية د إف دو إكس دو إكس على إكس كتساوي زائد لا نهاية، والنهاية د إف دو إكس كتساوي ناقص لا نهاية. إلا كانت النهاية د إف دو إكس كتساوي زائد لا نهاية، غادي يكون الفرع الشلجمي في
في اتجاه محور الأراتيب من فوق، ولكن بما أن النهاية إف دو إكس كتساوي ناقص لا نهاية، إذا فرش الجميع غادي يكون على الشكل الآتي. نحسبو لي نهاية إف دو إكس على إكس، إكس زائد لا نهاية كتساوي ليميت جوج دو إكس ناقص إكس مربع ناقص إكس على إكس، إكس زائد لا نهاية. عوضنا عن هنا زائد لا نهاية ناقص لا نهاية على زائد لا نهاية الشكل غير محدد. إذا نحاول نعملو غادي نشرو أولا كتساوي ليميت دو جوج إكس على إكس ناقص إكس ناقص واحد على إكس زائد لا نهاية ناقص لا نهاية، باقي عندنا شكل غير محدد. إذا غادي نعملو بإكس ليميت دو إكس جوج دو إكس على إكس مربع، لأن ما عندناش هنا إكس قسمنا على إكس، ناقص واحد ناقص واحد على إكس، إكس زائد لا نهاية. هنا رجعنا الشكل المحدد زائد لا نهاية مضروب زائد لا نهاية ناقص صفر. إذا تساوي الوسخ نعوضو مثلا تساوي زائد لا نهاية مضروبة بزائد لا نهاية ناقص صفر، هي زائد لا نهاية تساوي زائد لا نهاية. النهاية اللي استعملنا لأن نهاية دو إكس على إكس مربع إكس زائد لا نهاية تساوي زائد لا نهاية، ونهاية واحد على إكس إكس زائد لا نهاية تساوي صفر. هنا في دراسة الفرع اللانهائي عندنا الليميت دو اف دو اكس على اكس اكس زائد لا نهاية تساوي زائد لا نهاية، إذن سي دو اف منحنى الدالة اف يقبل فرعا شل جميعا في اتجاه محور الأراتيب بجوار زائد لا نهاية. بشكل توضيحي باش نفهمو هاد الفرع لا نهائي، أن النهاية إف دو النهاية إف دو إكس زائد لا نهاية كتساوي زائد لا نهاية، إذا غادي يكون هنا، وفرع شل جامي في اتجاه محور الأراتيب هو هذا محور الأراتيب، إذا الدالة غادي تكون هكذا. إذا كان نهاية إف دو إكس زائد لا نهاية كتساوي ناقص لا نهاية غادي تكون فين، المهم فرع شل جامي في اتجاه محور الأراتيب، هذا محور الأراتيب. إلا كانت كتساوي النهاية كتساوي صفر كيكون فرع شل جامي في اتجاه محور الأفاصي. سؤال أربعة، بين أن الدالة إف قابلة للإنشقاق على إر، دالة جوج إف دو إكس ناقص إكس مربع ناقص واحد، عندنا كنعرفو إكس أو دو إكس قابلة للإنشقاق على إر، وعندنا إكس مربع ناقص واحد ناقص إكس مربع ناقص واحد دالة حدودية حدودية، إذن ناقص إكس مربع ناقص واحد قابلة للإنشقاق على R، ومنه F قابلة للإنشقاق على R. لبغينا نزيدو نشرحو لأنها مجموع دالتين قابلتين للإنشقاق على R. سؤال نصف سؤال أربعة A، وأن F فتحة دو إكس كتساوي جوج دو إكس، إذن عندنا F دو إكس قابلة للإنشقاق على R، ونحسب
F فتحة دو X كتساوي جوج X بود X ناقص X مربع ناقص واحد. المشتقات X بود X هي X بود X مضروبة جوج هي كتساوي جوج X بود X ناقص X مربع هي ناقص جوج X، لأن مشتقات X مربع كتساوي جوج X، مشتقات X أس ثلاثة كتساوي ثلاثة X مربع، مشتقات أربعة كتساوي أربعة X إلى آخره. هنا جوج جيلو X إذا خصنا نعملو بجوج، جوج X بود X ناقص X F دو X كتساوي، وهذه هي جيلو X، إذا F دو X كتساوي جوج جيلو X. مهما يكون اكس دائما هذه ما نسواش عليها النقطتين، السؤال با اعطي جدول تغيرات اف. اذا تندرسوا الاشاره ديالها ان هنا اف فتحه دو اكس تساوي جوج دو اكس، اذا كتبوها نعاودو نكتبوها جوج دو اكس. اذا اشاره F فتحة هي إشارة جي دو إكس، لأن عندنا جي دو إكس مضروبة في عدد موجب. حسب السؤال من الشطر الأول واحد ثلاثة، لدينا جي دو إكس أكبر قطعا من زر، وبالتالي F فتحة دو إكس أكبر قطعا من صفر. مهما يكون x تنتمي ل r، مهما يكون x تنتمي ل r، إذن f دو x تزايدية قطعا على r. نصوبو جدول التغيرات. هنا إكس ناقص لا نهاية زائد لا نهاية، مع أن هنا تا نقطة كتنعدم فيها لأنها أكبر قطعا من صفر. هنا إف فتحة دو إكس تزايدية قطعا كنعملو زي، هنا إف دو إكس تزايدية نهاية في ناقص لا نهاية كنا جبرنا ناقص لا نهاية زائد لا نهاية، إذا الدالة طالعة من ناقص لا نهاية زائد لا نهاية، مكاينش التناقض، إذا هاد الشي عندنا صحيح. سؤال سين، بين أن المعادلة f دو x تساوي زر تقبل حلا وحيدا ألفا على المجال ناقص صفر فاصلة ستة ناقص صفر فاصلة واحد. هنا مثلا المجال كعندنا نقدو نحسبو الصورة ناقص صفر فاصلة ستة وناقص صفر فاصلة واحد، إذا نطبقو مباهنة القيم الوسيطية. مباهنة كتقول بأن f متصلة F راتبة F دو A F دو B متصلة على المجال مثلا A B A B أصغر من زيرو. إذا حسب مباهنة القيم الوسيطية المعادلة F دو X تساوي زيرو، إذا حسب مباهنة قيم وسيطية فإن معادلة f دو x تساوي زيرو تقبل حلا واحدا ألفا، ألفا ينتمي إلى R. إذا أولا نبين بأن f متصلة، أن x بود x متصلة على R، وبالخصوص على ناقص صفر فاصلة ستة ناقص صفر فاصلة واحد، أن ناقص إكس مربع ناقص دالة حدودية، إذن ناقص إكس مربع ناقص واحد متصلة على R، وبالخصوص على ناقص صفر فاصلة ستة ناقص صفر فاصلة واحد.
وعندنا هذا إذن إف متصلة على ناقص صفر إلى ستة ناقص صفر إلى واحد. هذا الشرط الأول. الشرط الأول إف لأنها تزايدية قطعا على إر وبالخصوص على ناقص صفر إلى ستة ناقص صفر إلى واحد. الشرط الثاني حسبنا إف تناقص صفر إلى ستة تساوي يبونها بالآلة الحاسبة كتساوي ناقص صفر إلى ستة وعشرين، وحسبنا إف دون ناقص صفر إلى واحد لقيناها كتساوي صفر إلى تمنية. صفر إلى تمنية إذن إف دون ناقص صفر إلى ستة مضروبة في إف ناقص صفر إلى واحد أصغر من صفر. إذن حسب مبرهنة القيم الوسيطية فإن معادلة f دو x تساوي زيرو تقبل حلا واحدا ألفا في المجال ناقص صفر إلى ستة ناقص صفر إلى واحد. طبعا نصم المنحنى سي دو اف المعطيات اللي عندنا بان عندنا تزايدية قطعا، عندنا المعادلة اف دو اكس تساوي زيرو تقبل حلا الفا بين ناقص صفر إلى ستة وناقص صفر إلى واحد، عندنا صفر إلى ستة وهنا ناقص صفر إلى واحد. إذن النقطة هذه ناقص واحد ناقص صفر إلى ستة ناقص صفر إلى واحد تقع هي تزايدية قطعة من ناقص لا نهاية زائد لا نهاية، كتقطع محور الأفاصيل في هذه النقطة ونفتشو على التقاطع مع محور الأراتيف ونحسبو إف دو صفر. إف دو صفر كتساوي جوج أو دو صفر ناقص صفر مربع ناقص هي كتساوي جوج ناقص واحد تساوي واحد. إذا عندنا واحد النقطة هي صفر الصورة ديالها هي واحد، النقطة الثانية هي صفر النقطة ديالها، وعندنا هاد النقطة هذا، وعندنا هنايا فرع شا جامي في اتجاه محور الأراتيب، وهنا بزائد لا نهاية محور فرع شا جامي في اتجاه أيضا محور الأراتيب. إذا عندنا هاد جوج النقط هادو صفر واحد هنا واحد نقطة هنا. بالنسبة للناقص لا نهاية عندنا محور عندنا فرع شا جامي في اتجاه محور في اتجاه محور الأراتيب، وبالنسبة للزائد لا نهاية أفزني فرع شا جامي في اتجاه دنسيتو إف هي هادي. كتقبل واحد نقطة انعطاف ما جاتي في السؤال عندما تكون لنا باش تكون هنايا عندنا محدبة وهنا مقعرة كيما معطياش نقطة انعطاف. هذه النقطة واحد. إذا هذا هو الشكل، وبالتالي نكون قد أتممنا تمام. التمرين الذي عددناه دراسة الدالة هو هذا.
أولا دالة المساعدة جي دو إكس كتساوي إكس بود إكس ناقص إكس. سؤال الأول احسب النهاية بزائد لا نهاية وفي ناقص لا نهاية كتمهيد لجدول التغيرات. ثانيا حسبنا المشتقة لكل إكس من R، نجي قابل الشقاق على R، وحسبنا المشتقة هي إكس ناقص واحد، ودرسنا الإشارة المشتقة المتراجحة باش ما نغلطوش. من الأحسن حسب ما نعملو جي دو جي فتحة دو إكس تساوي زيرو، ندرسو الإشارة ندرسوها متراجحة ونشوفو في كاينة تزايد في كاينة جي دو فتحة دو إكس موجبة، إذا تما تزايدية. واستنتج أن جي دو إكس أكبر، جبرناها تزايدية على صفر زائد لا نهاية وناقص هذه، استنتج أن جي دو إكس أكبر من زيرو. كنحسبوها قيمة دنيا، إلا كان قلنا استنتج بأن جي دو إكس أصغر من صفر كنحسبوها بقيمة قصوى. جينا الشطر التالت جي دو إكس أكبر من زيرو، عرفنا الإشارة ديالو، كنعقلو على هاد السؤال هذا باش كنستعملوه، لأن ملي كنجيبو لهنا كنجيبو إف فتحة دو إكس كتساوي جوج جي دو إكس، يعني الإشارة إف فتحة دو إكس هي جي دو إكس، وحنا هنايا موجبة، إذا إف تزايدية قطعا. دوزنا للشطر الثاني إف دو إكس تساوي هاديك، درسنا الفروع اللانهائية، حسبنا النهاية في ناقص لانهاية، جبرناها زائد لانهاية، وفي زائد لانهاية زائد لانهاية، مباشرة كنحسبو إف دو إكس على إكس، جبرناها حتى هي كتساوي لانهاية. إذا الدالة فرش الجامع في اتجاه منحنى السيف يقبل فرش الجامع في اتجاه محور الأراضي بجوا ناقص لانهاية وزائد لانهاية. درسنا الفروع اللانهائية، بينا بأن إف قابلة للشقاق على إر، لأنها مجموع دالتين، إكس بود إكس قابلة للشقاق على إر، وناقص إكس مربع ناقص واحد قابلة للشقاق على إر. وهنا عندنا جي دو إكس أكبر قطعا من صفر، إذا إف إف دو إكس تزايدية قطعا، وعطينا جدول التغيرات. جينا للسؤال سي، بين المعادلة إف دو إكس تساوي صفر، مادام عندنا هاد النقط نقدر نحسب الصور ديالهم، إذا كنعملو مباهنة القيم الوسيطية. إلا كانت عندنا هنا ناقص لا نهاية ولا زائد لا نهاية ولا شي نقطة، هادي كنعملو ديك التقابل، بأن نبينو بأن الدالة تقابل، وبأن الصورة بأن صفر كينتمي لصورة المجال، إلا كان المجال عندنا فيه زائد لا نهاية ولا ناقص لا نهاية. ومن جينا نرسمو المنحنى سي دو إف، من النقط اللي معروفة هنايا كاينة نقطة وحدة هي هادي، وعرفنا بأن المنحنى هذا التقاطع مع محور الأراتيب، وعرفنا بأن المنحنى كيقطع محور الأفاصل، إذا حسبنا صورة صفر، وبالتالي نكون قد